حرق واحد راح يعاون، فهمت؟ بين قوسين لا أظن وإمبوسيبل أنه من القبائل الأحرار يديروا حاجة مثل هذه، ما نظنش. القبائل رجال نعرفهم أعز المعرفة، مستحيل أنهم يديروا عمل إجرامي مثل هذا. احنا نعرفوا ديما باللي كاين ناس تحب تفتن بين الخاوة، والناس هادم ما مستعدين يديروا كلش باش يخلقوا فتنة.